ضيفنا نجم إماراتي ساطع ولامع في سماء الأدب والإبداع، تشرق بقلمه الراقي المعرفة ويخط بنبض صادق وشعور إنساني، يتحدث من أرض واقعه وينطق بلسان شعبه كي يخدم بقلمه أرضه ومجتمعه. ولد الشاعر والكاتب الإماراتي خالد الضنحاني في دبل فجيرة، وحصل على درجة البكالوريوس من كلية الدراسات العربية والإسلامية بدبي، وحصل بعدها على جائزة الشيخ راشد بن سعيد للتفوق الجامعي أيضا عام 2000. عمل الضنحاني في العديد من مؤسسات الدولة كوزارتي الصحة والتربية والتعليم، وتقلد مناصب إدارية وثقافية عدة، وفي أثناء تلك الفترة أسس بيت الشعر في الفجيرة.